خرجت من العراق سنة 79 مهاجرا بديني، لأنه كنت معارض سياسي للنظام. القائم آنذاك، وتعرضت لصنوف التعذيب والأذى والسجون والمطاردات، وسكنت لبنان وبعد سوريا، وكان في بدايات الثورة الإسلامية في إيران. كفرت بالحرب جملة وتفصيلا، وكان لإيران سهم كبير في مضايقتي وفي حصاري ماديا ونفسيا، وحتى كانوا يفكرون في اختطافي واختطاف الأولاد. فقدمت أوراقي للأمم المتحدة مع إثباتات، والأمم المتحدة قررت يعني أن تجيبني لأمريكا في ديمقراطية وعدالة اجتماعية ومحبة وأمن ولطافة. يعني الآن أنا صار لي 12 سنة ما قال لي واحد لا FBI ولا CIA ولا كذا على عينك حاجب. إذا المحبة خالص